اهلا بحضراتكم. يمكن استكمالا للمشروعات القوميه الكبيره اللي قامت بها الدوله خلال المرحله القليله الماضيه، يعني محور قناه السويس، العاصمه الاداريه الجديده، مشاريع الاسكان الاجتماعي وغيرها، ما زال هناك العديد من المشروعات. ولكن في اطار توجيهات السيد رئيس الجمهوريه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في استغلال الاصول والاراضي غير المستغله، كمان بالاضافه الى اقامه مدينه جديده تسمى مدينه العداله تجمع كل المحاكم القضائية بكل درجاتها. الحقيقة يمكن مشروعات كتير جدا بتحاول الدولة توفيرها على هذه المساحات غير المستغلة. ازاي هضيف ده للخريطة الاقتصادية في مصر؟ كل ده هنعرفه من خلال حوارنا مع الأستاذ محمد عز الدين الكاتب الصحفي ونائب رئيس تحرير الأهرام. صباح الخير وأهلا بحضرتك. صباح النور يا فندم. قبل بس ما نبدأ حوارنا مع حضرتك هنشوف تقرير مجمل عن الموضوع ونرجع نبدأ حوارنا. تأكيدا على أهمية الانتهاء من تنفيذ المشروعات القومية، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من استكمال قاعدة البيانات الخاصة بالأصول غير المستغلة في مختلف القطاعات، مع إيلاء هذا الملف الأولوية اللازمة في ضوء المردود الاقتصادي الهاملة. وأكد الرئيس أهمية الاستمرار في العمل الدؤوب من أجل الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات فضلا عن الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، وذلك في إطار ما تبذله الدولة من جهود للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية. جاء ذلك خلال لقاء عقده الرئيس السيسي ضم رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل ووزراء الدفاع والداخلية والعدل والمالية، إضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية. وتطرق الاجتماع أيضا إلى التصور الخاص بإنشاء مدينة العدالة، والتي من المستهدف أن تضم مجمعا للمحاكم بمختلف درجاتها إلى جانب وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي والهيئات القضائية المختلفة، وذلك سعيا لتيسير إجراءات التقاضي والتخفيف على المتقاضين. ووجه الرئيس بالاستمرار في التنسيق بين الجهات المعنية من أجل الانتهاء من التصور الخاص بمدينة العدالة وإنجاز هذا المشروع الهام الذي من شأنه تعزيز قدرات القضاء المصري. كما تم خلال الاجتماع مناقشة سبل الانتهاء من بعض المشروعات الخدمية المتوقفة منذ سنوات لأسباب مختلفة، ووجه الرئيس بالعمل على استكمال تلك المشروعات وتذليل ما يعوقها من صعوبات تحول دون تنفيذها والاستفادة منها في عملية التنمية. عشان نتكلم اكتر عن تفاصيل هذا الموضوع اعود مره اخرى وارحب بضيفي في استوديو هذا الصباح الاستاذ محمد عز الدين الكاتب الصحفي ونائب رئيس تحرير جريده الاهرام. اهلا بحضرتك مره ثانيه. اهلا بك. في البدايه هنتكلم عن تقييمنا للمشروعات السابقه، ان كان قناه السويس الجديده الموازيه والعاصمه الاداريه الجديده، مشاريع الاسكان الاجتماعي وغيرها. ازاي كل هذه المشروعات قدرت انها تقدم للخريطه الاقتصاديه في مصر خلال السنوات القليله الماضيه؟ بالطبع جهد كبير جدا بفعل توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. خلينا نتكلم الاول على الفلسفه اللي انشاء المشروعات اللي الرئيس اوصى بها. السيد الرئيس اوصى بانجاز المشروعات قبل مواعيد المحدده لها وفق جوده ومواصفات عالميه، وثالثا وهو الأهم بالنسبة للظروف الاقتصادية المصرية هو تنفيذ هذه المشروعات بأقل تكلفة اقتصادية ممكنة لتحقيق أكبر عوائد. السيد الرئيس عندما تولى المسؤولية لم يخفي شيئا عن الشعب، صارح الشعب بحقيقة الأوضاع الاقتصادية وأن هناك تحدي كبير. بالفعل كان هناك تحدي كبير بسبب تأجيل تنفيذ العديد من المشاريع لأوقات متعددة عبر حكومات متعددة ورئاسات متعددة. كان هناك إصرار على وضع خطة متكاملة للنهوض بالدولة المصرية وإنعاش اقتصادها، بالإضافة إلى التحديات القائمة بعدها سقوط جماعة الإخوان الإرهابية وانتشار أهل الشر ومحاولات إفشال الدولة المصرية. كان هناك تحدي كبير جدا، كان هناك تراجع في العائدات، لم يكن هناك نفس المستويات من الاستثمار الأجنبي المباشر سواء المباشر أو غير المباشر التي يمكن أن تساعد على إقامة هذه المشروعات بشكل
كبير وسريع للنهوض. لكن بس عايز اعرف هو من خلال يعني من خلال الفتره اللي بعد اقامه هذه المشروعات محور قناه السويس، هل حضرتك شايف انه العائد الاقتصادي اللي كان مرجو من قناه السويس الموازيه او المشروعات اللي ستقام بعد كده ان شاء الله وفقا للخريطه الاقتصاديه على محور قناه السويس هيلبي الاحتياجات المصريه بما يكفي يعني الخدمات المتاحه لكل المواطنين او المطلوبه لكل المواطنين؟ لا يلبي فقط الاحتياجات الحالية ولكن يلبي أيضا الاحتياجات المستقبلية للاقتصاد المصري وفق خطة التوسع لوضع مصر على الخارطة الاقتصادية العالمية وجذب استثمارات كبيرة سواء إقليمية من الدول الخليجية أو من العالم ككل. المناطق التي تم تنفيذها ويجري تنفيذها حاليا في منطقة خليج السويس و المناطق الاقتصادية المحيطة بها هي مشروعات عملاقة حقيقية ستستقطب مئات المليارات من الاستثمارات في الفترة المقبلة. هناك عمل جاد يتم وتم تنفيذه بالفعل في الفترة الأخيرة، هناك استكمال للمشاريع التي أنشئت، هناك هيئة قناة السويس تتعاقد حاليا على استيراد حفارين جدد بقيمة 300 مليون يورو وتم توقيع الاتفاقية مع بنكين من البنوك الكبرى في مصر، يتم حاليا وضع الاتفاقية موضع التنفيذ. هذا يدل على أن هناك استكمال لحركة كبرى من الاستثمارات واستكمال الأنفاق وتنمية سيناء. مشروع تنمية سيناء كما أعلن مكتب الرئاسي منذ عام سيتكلف حوالي 150 مليار جنيه. هذا المبلغ الكبير سيساهم في إنهاء العزلة التي كانت تكتنف شبه جزيرة سيناء والإهمال لن أقول المتعمد ولكن الذي عانت منه منطقة سيناء. سيكون طب ده ممكن يدخل في توجيهات يعني ضمن التوجيهات للسيد الرئيس في استغلال الأصول والأراضي غير المستغلة، يعني في كل محافظة يمكن كمان في سيناء في بعض الأراضي أو الأماكن غير المستغلة بسبب ظروف أمنية أو أيا كان، هل ستوضع في الخريطة الاقتصادية بالنسبة لهذه المشروعات؟ بالطبع كان هناك توجيهات حاسمة بحصر كافة الأراضي والأصول لدى كافة الجهات وليس فقط المحافظات بل أيضا لدى الوزارات ولدى الهيئات الاقتصادية المتعددة والمختلفة لحصرها وتقييمها، بالإضافة إلى حصر كردونات المدن لوضع بيانات دقيقة للثروة التي تمتلكها كافة الهيئات والوزارات في مصر و الموجودة على الأرض، بالإضافة إلى أن حصر هذه البيانات وحصر أصول الدولة يساعد على أولا تنمية غير المستغل منها، ثانيا يساعد على استكمال الخطة لمكافحة الفساد التي أطلقها أو التوجيهات التي أطلقها السيد الرئيس بأن من حصل على أرض لا تدخل في حقه ولم يسدد ثمنها سيعيد هذه الأراضي أو يدفع ثمنها بالقيمة السوقية. ده ملف استرداد الأراضي. بالضبط ده يعني ليها عاملين مهمين في هذه التوجيهات. الجزئية الأخرى إن هذه الأصول غير المستغلة تقدر بالمليارات وعشرات المليارات، يمكن الاستفادة منها في المشاريع المقبلة بشكل كبير جدا، يمكن طرحها للاستثمار المحلي أو الاستثمار الأجنبي في مراحل مقبلة، بالإضافة إلى تنميتها. هناك عمل جاد وكبير يتم منذ تولي السيد الرئيس سواء على المستوى الاقتصادي أو على حتى على المستوى الاجتماعي والمشاريع العديدة التي تم إطلاقها لمساعدة المواطن المصري على التكيف مع التحديات الاقتصادية الحالية، بالإضافة إلى رفع كفاءة الوحدات التي تقدم هذه الخدمات للمواطن المصري عبر مشاريع متعددة. طيب استاذ محمد، الاستثمارات الأجنبية المرجوة من الخارج، هل وفقا للاتفاقيات اللي قامت بها مصر خلال الفترة اللي فاتت، يمكن شفنا زيارات مختلفة للسيد الرئيس في عدد كبير جدا من دول العالم يعني لم يكن معظمها، عايز أعرف من حضرتك هذه الاستثمارات هل تم تنفيذها أو جزء منها كبير على أرض الواقع خلال هذه المرحلة، ولا هناك يعني خطة مستقبلية بعد هذه الاستثمارات إن كان هيبقى في محور قناة السويس أو في العاصمة الإدارية أو في المشروعات المرجوة حتى على الأصول غير المستغلة اللي وجه بها السيد الرئيس؟ خلينا أقول لحضرتك أن الخطة المتكاملة التي تم وضعها منذ 3 أعوام
لم تراعي فقط قدوم استثمارات، ولكنها تصر على استكمال البنية الأساسية لإعدادها لجذب هذه الاستثمارات. هناك مشاريع كبرى فيما يخص الطرق وإنشاء المدن الجديدة، سواء العاصمة الإدارية الجديدة أو المدن الجديدة، المدن الصناعية، المناطق الاقتصادية، بالإضافة إلى رفع كفاءة البنية الأساسية والتحتية، ومن أهمها مشروعات الكهرباء، بالإضافة إلى مشروعات الطرق. استكمال هذه المشروعات في أوقات متزامنة سيعمل على توفير البنية التحتية المناسبة للاستثمار، بالإضافة إلى تطوير التشريعات الاقتصادية وإعداد قانون الاستثمار الموحد الذي طال انتظاره. هذه العوامل المجتمع ستساهم في جذب المزيد من الاستثمارات. دعني أقول يعني إيه اللي بيعيق التشريعات الجديدة، التشريعات الخاصة بالاستثمار أو قانون الاستثمار أو يعني طبعا لأنه ده بيبقى متوازي مع خطط التنفيذ، لأنه التشريع والتنفيذ الاثنين مرتبطين ببعض، لأنه تسهيل إجراءات وده كمان بيسهل كمان جذب استثمارات من الخارج. كان هناك إرادة سياسية حقيقية في تنفيذ وإصدار هذا القانون. الإرادة السياسية توفرت لدى الرئيس السيسي، والتوجيهات كانت حاسمة بأن هناك حاجة لاستكمال المنظومة التشريعات وصدور قانون الاستثمار الذي سيساعد على جذب الاستثمارات ويتواكب مع عمليات التنمية الاقتصادية التي تقوم بها الدولة المصرية في هذه السنوات القليلة. هناك توجه كبير لجذب المزيد من المستثمرين وتشجيع أيضا الاستثمارات المحلية، بالإضافة إلى المبادرات لتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورصد مبالغ كبيرة لها وصلت إلى 200 مليون جنيه لإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة، سواء القائمة منها بالفعل أو إنشاء المشاريع الجديدة، والتي تبدأ برؤوس أموال من 50,000 جنيه إلى 40 أو 50 أو حتى 200 مليون جنيه. هناك تسهيلات كبيرة جدا تصل إلى 90% من رأس المال المشروع، وبتعليمات محددة للبنوك، وهناك مبادرة حقيقية نتمنى أن يتم الاستفادة منها بشكل كبير، حتى نعلم أن الصناعات في الدول المتقدمة ودول أوروبا بشكل كبير حتى في الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمساهمتها الكبيرة في دعم الدخل الناتج المحلي. طب إيه المجالات اللي احنا ممكن نوفرها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ يعني تكون مجالات ميسرة شوية أو يعني سهلة التعامل معها، وتكلفتها المادية تكون متوائمة مع الحالة المادية أو الإمكانيات المادية للشباب المصري، حتى إذا كان نتكلم بقى عن الاقتراض أو غيره. يعني هناك قائمة بحوالي أكثر من 100 مشروع موجودة لدى الهيئات المتخصصة والبنك المركزي، وهناك قائمة كبيرة بالمشروعات. أعتقد أن المشروعات الواجب تنفيذها هي المشروعات التي أولا تشغل أيدي عاملة كثيفة العمالة، ثانيا التي تعتمد التكنولوجيا الحديثة، ثالثا التي تتميز بدورة رأس المال السريع لتحقيق عوائد و الدخول مباشرة في عملية الإنتاج بشكل مكثف. هناك العديد من المشاريع الصناعية، هناك المشروعات الصغيرة اليدوية، مشروع تشغيل المرأة، الشباب، هناك العديد من المشروعات التي يمكن أن تساهم بشكل كبير في رفع الكفاءة الاقتصادية للاقتصاد القومي، بالإضافة إلى تشغيل عشرات الآلاف من الشباب في المرحلة المقبلة، وكل هذا يتواكب مع سير العمليات في إنجاز المشروعات العملاقة، سواء كانت في منطقة خليج السويس والمنطقة الاقتصادية. سيتم الإعلان أيضا عن مشروعات جديدة، هناك مشروعات كبيرة في مجال. طيب ازاي معلش في النقطة دي، ازاي نحيي الحرف اليدوية؟ يعني احنا في مصر يمكن الحاجات الهاند ميد او الحرف اليدوية بشكل عام يمكن قلت شوية بسبب اكتر من حاجة، سبب منه العائد المادي بتاعها غير وافي مع التزاماتها والخامات اللي بتتم استخدامها، بالاضافة طبعا للمجهود البدني الكبير جدا اللي بيقوم به الصانع في هذه الخامة او المادة ايا كانت هي. عايزة اعرف ازاي يتم دعم هذه الصناعات اليدوية، وخاصة يمكن احنا شفنا في جولة السيد الرئيس كمان للمحاربين المعرض اللي كان في التجمع المحاربين القدامى والمعارض اليدوية اللي قامت بها، حتى كان في جولة مع وزارة الضمان الاجتماعي، في حرف يدوية هاند ميد جميلة جدا
ويمكن تحف، يمكن كمان نقدر نقول عليها تحفه يعني. فازاي ان احنا نقدر نوفر ده يعني الحاجات اليدويه بدعم معين بشكل معين من الدوله مثلا، او توفير خامات للشباب يقدروا ان هم يشتغلوا فيها، وخاصه ان في شباب عنده مهارات كتير، مهارات فنيه ومواهب فنيه متعدده يعني. بالفعل طبعا هذه المشاريع، يعني خلينا اقول ان مشاريع التدريب ايضا، التحويل لصناعات جديده، تنميه مهارات الحرفيين الموجوده بالفعل، هي مشاريع هامه جدا. اعتقد ان يجب ان يكون هناك مشاريع قائمه بالفعل، سواء التي يتم تنفيذها من جانب الحكومه المصريه منفرده، او بالتعاون مع جمعيات المستثمرين ورجال الاعمال، او المشاريع التي يتم تنفيذها مع الجهات المانحه والجهات المموله مثل الاتحاد الاوروبي وبعض والبنوك الأخرى العالمية. هناك أيضا مشاريع التي تم تنفيذها من جانب دولة الإمارات لتدريب الشباب. أعتقد أنه هناك مشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والوزارات المختلفة. أعتقد أنه يجب التعريف أكثر بهذه المشروعات، خاصة أن هناك اهتمام كبير من الشباب، العائد سيكون كبير جدا، هناك مصانع وأماكن إنتاج تحتاج إلى العمال، ولكن لا يتوفر في أسواق العمل العمالة الماهرة. أصحاب الأعمال يقولون ذلك أحيانا. يجب أن يتم الإعلان بشكل أكبر والوصول إلى أماكن تجمعات والشباب وأماكن. هنبدأ بالتدريب، هنبدأ بالتدريب ونبدأ بالتعليم الفني بالفعل، يعني وتوفير الإمكانيات الخاصة لتعليم الشباب الحرف اليدوية أو المهارات المختلفة يعني اللي بيحتاجها لسوق العمل. لكن هي في مشكلة تانية، فكرة الثقافة. يعني هناك فكرة ثقافة خاطئة للعدد من الشباب، إنه إذا كان مش تدخل كلية قمة، يعني كلية هندسة أو كلية طب أو أي كان، فهو بالتالي هو في مرحلة تانية. إحنا عايزين نغير الثقافة دي باعتبار إنها سبب رئيسي للاهتمام كمان بالصناعات اليدوية، أو مش هنقول صناعات اليدوية بس، المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالنسبة للشباب، فتح سوق كبير للشباب في الصناعات بالطبع الصغيرة والمتوسطة. يجب أن تسير على محورين. المحور الأول هو الاهتمام بالعملية التعليمية وتطويرها، وهذا الأمر بدأ بالفعل حتى تتواكب مخرجات التعليم مع متطلبات أسواق العمل، ليس فقط أسواق العمل المحلية ولكن أيضا أسواق العمل الإقليمية والعالمية. العامل المصري مطلوب، العامل المصري ماهر جدا، العامل المصري وكافة المهن التي يشتغلها المصريون سواء في دول الخليج أو في العالم الخارجي يبدعون فيها ويقدمون جهدهم، وذلك لوجود منظومة تحتوي إمكانياتهم وتقدر المواهب التي يتمتعون بها. نتمنى أن تنتقل هذه المنظومة التي يتم تطبيقها سواء في الدول الصاعدة أو في الدول الغربية إلى مصر تدريجيا، حتى يكون هناك تقوية للعامل، القوى العاملة المصرية من أهم مصادر الدخل. هناك ارتفاع في التحويلات للمصريين من الخارج في الشهر الماضي وفق تقرير البنك المركزي، وصلت إلى 1,700,000,000 دولار. هذا أمر مهم جدا بعد عمليات التعويم الأخيرة التي حدثت في شهر نوفمبر الماضي. أي نعم هناك تأثر في بعض أسعار السلع. طب ازاي نستغل تحويلات المصريين في الخارج دي في حاجات بقى، يعني مثلا في مشاريع الإسكان الجديدة مثلا، أو يعني استغلال هذه الأموال بشكل معين من خلال المتعاملين نفسهم أو من خلال الأفراد المصريين الموجودين في الخارج، بفتح مجال مثلا المشروعات لهؤلاء المصريين العودة لمصر واستغلال هذه الأموال يعني في عمل مشروعات داخل مصر. خلينا نبدأ الأول بالمشروعات الإسكان. هناك تسهيلات تقدمها وزارة الإسكان للعاملين بالخارج، يتم الدفع بالعملة الأجنبية مباشرة، ويكون هناك تحديد واختيار للوحدات والمواصفات التي يرغبون بها، وهذا الأمر لم يكن موجودا من قبل. كانت هناك بيروقراطية في الماضي فيما يخص التعامل، هناك أمر مباشر الآن إنهاء كافة التعاملات فورا للمغتربين بالخارج. الأمر الثاني هو ضرورة عرض الخريطة الاستثمارية المتوفرة للمشاريع الموجودة في مصر على المصريين الموجودين بالخارج. عدد كبير جدا من المصريين يرغبون في الاستثمار وفي فتح مشاريع، سواء عند العودة النهائية أو عن طريق أولادهم المتواجدين في مصر
أو أهاليهم، هذا الأمر يجب الاهتمام به وتوجيه الأنظار للهيئات المصرية المختلفة والحكومة للاهتمام بهذه المشروعات وتوفير مشروعات أيضا للعاملين بالخارج هنا. هذه نقطة هامة جدا، بالإضافة إلى أن التحويلات نفسها تسهم في زيادة حصيلة النقد الأجنبي، يتواكب هذا مع ارتفاع نسبي في إيرادات قناة السويس وبدء عودة السياحة تدريجيا للمعدلات السابقة، بالإضافة إلى العائدات المنتظرة من المشاريع الجديدة للنفط والغاز سواء عن طريق الاكتشافات القديمة القائمة أو توسيع دائرة الاكتشافات سواء بالنسبة للغاز في شرق. طب عشان حضرتك ذكرت يعني طبعا الملف الطاقة ده مهم جدا، يعني بعد تم ما يتم الاستغلال حقل ظهر وغيره من يعني الأماكن اللي تم اكتشاف بها موارد للطاقة في مصر، أولا إزاي ده هيؤدي إلى إنعاش الخريطة الاقتصادية في مصر؟ هيؤثر إيجابي إزاي على كل المجالات؟ لأن الطاقة داخلة في كل المجالات وفي كل الصناعات، إزاي ده هيؤدي إلى إدارة المصانع مرة تانية؟ إزاي يؤدي إلى تشغيل أيدي عاملة؟ يعني أنا عايز أعرف النتائج المباشرة والإيجابية على المجتمع المصري. خلينا أبدأ الأول بالتعليمات التي توجه بها السيد الرئيس عند بدء توليه. كانت هناك مديونات قائمة للشركات النفط الأجنبية على الحكومة المصرية والشركات المصرية الرئيسية تقدر بحوالي 3.6 مليار دولار فيما أعتقد منذ سنتين أو ثلاثة، تراجعت إلى 2.3 مليار حاليا. تم دفع مستحقات الشركات، وأعتقد أن هناك تطور كبير في هذا المجال، لأن هذه الشركات عندما تدفع مستحقاتها هذا يعطي ثقة في الاقتصاد القومي، شجع الشركات على تنمية المناطق الامتياز التي تقوم باستخراج البترول منها أو حقول الغاز الجديدة المكتشفة، شجع على ضخ المزيد من الاستثمارات وقدوم شركات عالمية، أيضا التنافس على الحصول على حصص في الشركات القائمة التي تم إنشائها مثل شركة إيني التي اشترت شركة روسية منها منذ أيام حصة 30%. هذا يدل على أن هناك اهتمام كبير جدا بقطاع الطاقة المصري، هناك مشاريع سيتم الإعلان عنها في مجال الطاقة المتجددة سواء في إقليم الدلتا أو منطقة خليج السويس أو في الصحراء الغربية. هذا الأمر بالإضافة إلى استكمال منظومة الكهرباء التي تم تخصيص لها 500 مليار جنيه لإنشاء محطات جديدة ورفع كفاءة المحطات القائمة. هذه الأمور ستساهم في زيادة الدخل ودخول عائدات جديدة للموازنة العامة المصرية للمرة الأولى. أعتقد أن هذه الزيادة ستبدو ملحوظة في الموازنة القادمة إن شاء الله. 2018. طيب مدينة العدالة ومجمع للمحاكم والطب الشرعي، مصلحة الطب الشرعي، أولا كيف سيساهم هذا في تسهيل الإجراءات؟ يعني الناس علشان تروح تعمل يعني تروح المحاكم أو كذا في إجراءات كتير روتينية وأوراق وبتخلص، إزاي يعني وجود هذه الأماكن كلها في مكان واحد هيتيح للمواطن بقى تسهيل إجراءاته والسرعة في رفع القضية يعني أو في التقاضي بشكل معين؟ الحقيقة إن هذه الفكرة كانت موجودة منذ حوالي 30 عاما، تعاقبت عليها الحكومات وكلما جاء موضع التنفيذ تتراجع. طبعا توجيهات السيد الرئيس كانت بضرورة البدء فورا في أي مشروع يمكن أن يساهم في رفع كفاءة القطاع القضائي، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين المصريين. تمت التوجيهات وتم تخصيص المنطقة في القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بدأت إنشاء المشروعات بالفعل في هذه المنطقة سواء إنشاء مجمعات للمحاكم وتطوير المنشآت والهيئات التابعة لوزارة العدل والطب الشرعي، بالإضافة إلى إنشاء أكاديمية للقضاء للمرة الأولى. أكاديمية القضاء لن تلغي كليات الحقوق التي يتخرج منها وكلاء النيابة والمستشارين والقضاء، ولكنها ستسهم في تطوير وصقل مهارات القضاء ووكلاء النيابة في المرحلة القادمة. تجميع كل يعني هذه هي غير كليات الحقوق ولا خرجوا كليات الحقوق يقدر يلتحق بعد كده بالأكاديمية هي مستقلة يعني استكمال
للمشروعات التي تم اعتمادها في مدينة القضاء. هذه الأكاديمية ستسهم في زيادة مهارات القضاء وسرعة إنهاء التقاضي فيما يخص تسهيل الإجراءات، بالإضافة إلى أن هناك خطة لربط المحاكم إلكترونيا، وهذا للمرة الأولى، بالإضافة إلى أنه سيتم تدريب السكرتارية الموجودين في المحاكم. كما نعلم أن هناك أحد أسباب عدم سرعة إنجاز القضايا هو الاعتماد على النظام اليدوي والأشرفة اليدوية في مهام السكرتارية والمعاونين للهيئات القضائية. هذا الأمر سيتم القضاء عليه تدريجيا بتحويل كل هذه الأمور إلى النظام الإلكتروني، مما يساهم في ربط البيانات بشكل متكامل في المرحلة المقبلة، وهو ما يساهم بشكل آخر في تسهيل إجراءات التقاضي على المواطن المصري. أعتقد أنه سيتم في الفترة المقبلة أيضا تخصيص دوائر خاصة للقضايا المتعلقة بالأمن القومي والإرهاب. هذا الأمر بسرعة الإنجاز، يعني إنجاز العدالة بالفعل. سيتم تخصيص هذه الدوائر أو تخصيص قضاء مختصين بها. كل هذه العوامل المجتمع ستساهم في سرعة إنجاز القضايا وكمان نشر العدالة، يعني حتى الرئيس قال مدينة العدالة. بالطبع مفهوم العدالة، مفهوم العدالة أحد مفاهيم المواطنة، أحد مفاهيم الإنسانية التي يعتمد عليها أي نظام. هناك عدالة في خاصة في هذه الفترات الانتقالية التي تتبعت على المنطقة وبعد أحداث 25 يناير وثورة 30 يونيو. هناك العدالة التي تؤدى إلى المواطن المصري تفرض نفسها، وأعتقد أن هناك تطور كبير في هذا المجال في مرحلة مقبلة سنشهد أثاره إن شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد عز الدين الكاتب الصحفي ونائب رئيس تحرير الأهرام. شكرا يا فندم. شكرا. مشاهدينا الكرام، مستمرون مع حضراتكم في هذا الصباح، وقادمنا هو أخبار الاقتصاد مع الزميلة ماجدة الوطي.